السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم كرشر هيز، جاي معكم لعبة ريزن ديفل ريفيليشن 2. طبعا ريد مود، الريد مود في ريزن ديفل، طبعا هذا المشن رقم 2 في الريد مود في ريزن ديفل ريفيليشن 2. اللعبة هذه جديدة مرة، نزلت في 25 مارس، واليوم رحنا 8 ابريل، يعني يقول تقريبا قبل اعتقد 18 يوم بالكثير. طبعا خلصت المرحله الاولى، وكان الريد مود المرحله الاولى كيف ما تقول كان في نظام، في يعني ممر جنب قريه، والوحوش كانت نفس الشيء ليفل واحد، وامور كانت مره سهالات بسيطه. فهالمره الريد الظاهر والله اعلم في محل خضار، بين محل خضار. طبعا هو في مشنات كثيرة عبال لما توصل للوحش او البوس النهائي، وهذا ثاني مشن. والمهم هني انك تذبح الزومبي او الوحوش وما كانوا في هالمكان. لو تشوفون فوق على اليمين، فوق على اليمين، قاتل 5 من 39، لا مسكر، قاتل 5 من 39، لازم اقتل 39 زومبي وعشان انهي المهمة بالكامل. طبعا ليش متحمس؟ لان الحين لو تشوفون الزومبي على ليفل واحد، واحد يقول سماجة على ليفل واحد طلقتين تشيلهم، ما تحس بذاك المتعة. لكن يوم تعرف ان قدام بينزل لك وحوش ليفلات اعلى، بتضطر انك تعطي ابجريد للاسلحه اللي معاك، الاوتو رايفل، البيستل، للشاتجان. ما ادري اذا في سنايبر، بس في، انا عندي الاوتو رايفل والشاتجان والبيستل، وفي سلاح ثاني اعتقد يتصب ماشين جان، ما عجبني عليه اهتزاز مش طبيعي سحبت عليه. ف يعني من هالباب. طبعا اوردي بعد في زومبي، مو بانها الزومبي بس اللي يمشي اللي درم عليك، هل تحس ان نوعا ما تعبان؟ لا، في زومبي يجيك قدام، طبعا بيجيك زومبي مثل عليه مثل نار بيحرق، انتبه منه. زومبي ثاني يك عليه كهرباء يكهربك، زومبي يكون عليه مثلا السموم يجيك باللون الاخضر، وفي زومبي يكون سريع، في زومبي يكون كبير اضخم واحد فيهم صعب انه يموت بسرعه. وحلو انك لما تدور في خريطه وتشرد من الزومبي يحاصك في خريطه، يعني من جد حلو، وقريب من جد قريب من نظام ادفانس ويرفير من ناحيه الزومبي، انك يجوك الدخان، يجوك الكهربائيين الى اخره. لكن يعني استمتعت مع هذه اكثر صراحه، خاصة ان الزومبي ما يطير، ثابت على الارض. طبعا استمتع صراحة. كيف ما قلت لكم، هالمهمة الثانية في الريد مود لريزن ديفل ريفوليشن 2، وفي مشينات كثيرة مرة كثيرة. اعتقد خوي قال لي حول 200 مشن، فيعني طبعا هذا من غير الكامبين. الكامبين اوردي لحاله، ومشينات الريد اوردي لحالها، فيعني شيء من جد وناسه. طبعا انا اشتريت الشريط هذا، اشتريت الشريط هذا بس عشان العب الريد مود، شفته في الاونلاين. نزلها الكومنتيتر، لو تعرفون الكومنتيتر الاجنبي اللي يلعب كول اوف ديوتي تي بي ان فراغز، نزله فشفت انه يعني حلو. سألت ربيعي من الشباب المدمنين على الريزن ديفل، قال صراحة روعة وحبة، فتحمست واشترته. ويوم اشترته ما فتح لي الريد اول شيء، كان قصة والمينيو، وهي كان قصة والمينيو، لكن ما فتح لي الريد. فلازم تخلص ابسود 1 اقل شيء، ابسود 1 عشان يفتح لك الريد مود. طبعا مالي خص في العاب ريزن ديفل، الحركات سير وافتحي بالمفتاح الى اخره. فاخوي دش علي سوى شير بلاي نهائي المرحله الاولى، فتح معي الريد مود، خلصت المرحله الاولى والحين في المرحله الثانيه.
طبعا الحين كيف ما قلت لكم ماشي حماس لان الزومبي ضعيف ليفل واحد، لكن شوف هذا الزومبي بوس، لكن قدام الزومبي بيكون على ليفلات اصعب خرائط. طبعا ثانية هالخريطة اعتقد كيف ما تقوله يعني محل خضار، في خرائط ثانية تجيك. الخريطة الاولى طبعا كان على مهدوم ممر قرية، الخريطة الثانية هالخريطة كما قلت لكم محل خضار. في خرائط اعتقد يمكن تكون في سفينة، في خرائط اعتقد تكون في مول، في خرائط اعتقد تكون في مطاعم، يعني اشياء حلوة. وكيف ما قلت لكم الزومبي بيتغير، نار دخان كهرباء، زومبي سريع، زومبي بوس عود صعب انك تذبحه، فهالشي اللي متحمس منه بشكل كثير. طبعا كيف ما شايفين قدامكم نظام ثيرد بيرسون شوتر، صراحة انا من الاشخاص اللي احب فيرست بيرسون شوتر بشكل جنوني، لكن ما يعتبر سيء صراحة رزن ديفل ابد 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 مو بسيء، والسلسلة كبيرة ومعروفة لها معجبين بكمية كبيرة. طبعا ان حبيت واني اواصل انزلكم الريد مشينات الريد مود كل يومين واحد او كل ثلاث ايام واحد، او انكم قلتوا لي خلاص اوكي طوف السهل، او هذا قلتوا لي مثلا طوف السهل هذا اوصل مثلا على ليفل 20 30 40 50 تبدا الليفلات الصعبه الزومبي لك على حجم اسرع، يعني من هال الاشياء عادي بنزله، لان صراحه من جد استمتع في الريد مود ريزن ديفل بشكل مجنون، صدمني ما توقعتها صراحة، ما توقعت أن بهذه الوناسة، خاصة لما تكون أوردي في مكانه محصور ولازم تذبح الزومبي، فيعني يكون شيء مشوق. فهالشيء طبعا كيف ما قلت لكم قريب من نظام أدفانس ويرفير، ليش ما نتنزل زومبي أدفانس ويرفير؟ ما أنزل زومبي أدفانس ويرفير لأن نوع ما يعني وضعية الطيران كذا ما أحبها في أدفانس ويرفير، فمتجنب هالشي أساسا، يعني من هالشي نفس الشي، يعني صراحة أشياء كثيرة يعني تحس في خاطري على أدفانس ويرفير، فيعني نوع ما متجنب. طبعا هذه النهاية لازم تكسر الكوينز بعد ما ذبحنا 39 زومبي. طبعا كيف ما قلت لكم انا عجبك المقطع تبون ننزلكم كل 3-4 يومين مقطع واحد للريد مود، اذا تبون على الليفلات الثانيه مثلا قول اوكي كراشر هذا الليفل 2 طوفه، ادخل مثلا ابدا على الليفل 10 او الليفل 15 او الليفل 20 بنبدا ننزل، طبعا بتكون حماس اكثر لان كيف ما قلت لكم الوحوش على الليفلات اعلى واسلحه لازم تكون في الابجريد وحوش باشكال ثانيه تنزل لك. هل اللي كان معي اليوم كان معكم كراشر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.